أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الذي أتعب نفسه لله وأعطى لله وباع لله، هذا الصنف الذي لا يفكر إلا بالإصلاح بين متخاصمين، بصلة رحم، بدعوة، بخير، بنفقة، بإصلاح، بأمر، بنهي، لا يوجد في ذهنه إلا هذه القضية. تجلس معه وإذا هو ينقلك إلى هذا العالم، إن قرأت تغريداته وإذا هي بهذا العالم، إذا قرأت رسائل هذا الرجل وإذا هي حول هذه القضية، حول دين الله، حول الأمر بشيء يحبه الله، التذكير ب قضية من قضايا الدين، لا يوجد في لسانه ولا في ذهنه ولا في خواطره إلا أشياء حول هذا. هذا ما جزاؤه عند الله؟ جزاؤه موجود في هذه الآية، قال الله فيها: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، ثم قال: والله رؤوف بالعباد. لما كان هذا الصنف لا يرأف بنفسه، لا يرحم نفسه، الله رأف به، ولهذا الله تكفل بهمومه وتكفل بأشغاله وأعماله، يتيسر له كل عسير ويهون عليه كل صعب. إن أراد شيء بلغه الله إياه، إن نوى أمر حققه الله له، إذ أنه لم يرأف هو بنفسه، لكن الله رؤوف بالعباد، فالله الذي رأف به، ولهذا أخذ، ولهذا تكفل الله بجميع أعماله وجميع همومه وجميع أشغاله، فأصبح ميسر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.